دكتور عبد المنعم، الجوله الاولى كانت صعبه الحقيقه حتى على مستوى الشخصي، انه حتى قلت لحضرتك في الفاصل يبدو انه هدف الوصول الى تفعيل الرياضه كقوه ناعمه شيء صعب، ويبدو انه الوصول لرقم 100 مليار دولار تصدير اسهل، قلتها لك كدعابه. هل احنا فعلا من خلال الجوله الاولى من الحوار نقدر ننتفض بالرياضه المصريه ونطلعها فيما نراه، ولا احنا بنحلم احلام يعني غير قابله للتحقيق؟ لا، احنا لازم نحلم ولازم ننفذ الاحلام. يعني ده الاحلام معناه انه طالما في ناس بتجاهد وتتعقل الامور وترسم استراتيجيات تستطيع ان تحولها الى واقع. وده نرجع تاني للبرنامج وراء المشروع الوطني المصري. الرياضه فين في هذا الموضوع؟ انا رايي داخلها في موضوع الصحه. يعني عشان يبقى عندنا شعب يقدر يعمل صناعة ويعمل زراعة ويعمل بحث علمي ويعمل كل الأركان بتاعت هذا الوطن وهذا البلد وهذه الدولة، هي انك انت الناس لازم تمارس الرياضة. يبقى ده جزء الرياضة اللي هي اللي معناها لها علاقة على 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 قطاع الممارسة. احسن حاجة عملها لنا محمد صلاح، يقول لك اللعيب بيشتغل على نفسه. يعني ايه بيشتغل على نفسه؟ ينام الساعة 10 بالليل، انه يصحى في ميعاد معين، انه بياكل اكل معين، انك انت. ولما بنتكلم هنا مش تجديد الفكر الديني، تجديد الفكر المدني، ان يقول، وانا هاخد هنا من الدكتور كمال، انه هو موضوع العلم والعقل هو الاساس. يعني القضيه مش ان احنا نفوز بجيم، ان البلد تفوز بجيم التقدم بين شعوب العالم. والرياضه جزء من هذه الخريطه. هي الرياضه جزء، معلش يا دكتور عبد المنعم، الرياضه جزء ولا حاصل جمع كل التقدم اللي بيحصل؟ هي كل حاجه حاصل جمع وكل حاجه جزء. يعني في الاخر الموضوع له علاقه كده، عامل زي الاشعاع، يعني بيبقى كونفيجريشن او مركب من امور كثيره. الرياضه جزء طبعا من مساله الصحه العامه في اي بلد، ان يبقى جزء من عمليه اللياقه البدنيه والذهنيه والاخلاقيه. لانه حكايه انك انت تتهزم في مصر لا تزال مصيبه عار في كل دول العالم. واخد بالك؟ في كل دول العالم. ليه فرنسا اتهزمت؟ عيطوا خلاص وانتهت الحكايه. احنا بنزعل لما مش صحيح. يعني الزعل شعور انساني، انما انك تبقى عايز تعتدي على الاخر او تاخده من فوق استاد وترميه من بره، لا دي قصه ثانيه. واخد بالك؟ لا مش قصه ثانيه، حصل وعلينا ان احنا جزء من، زي بنتكلم عن امجادنا وامجاد تاريخنا، نعرف ايضا ايه اللي نشعر فيه بالخجل والعار. يعني انما الرياضه دي نقطه اوليه. وكلام الدكتور كمال انا اخده ان احنا عندنا الابروتش في النقاش اللي عملناه، نتكلم عن العلم، عن التراكم، حكايه التراكم، وان احنا نعرف. اما بتقول استراتيجيه يعني ايه؟ بتقول الوسائط اللي تخليك تحقق الهدف بتاعك. من هنا ما يجيش واحد وصلني لكاس العالم اقوم طلعوا وارفد الناس. انا رايي المسؤول الاول عن التاخر المصري في رياضه كره القدم والرياضات المختلفه هو الجمهور المصري، الشعب المصري الذي لا يقبل التعادل. واول حاجه ارفد المدرب. يعني اي لا يوجد فضيله انه زي ما في اي موضوع يحتاج. يعني الجمهور الغلطان في الاخر؟ نعم الجمهور الغلطان. إيه خلاص جينا على الجمهور. لا يعني شوف، يعني ده جزء بقى في التفكير، انك انت تجزأ الحكايه على عامل واحد. انما انا رايي الجمهور، احنا مسؤولين عن تخلف مصر، او ان احنا مش في دائره الدول المتقدمه، او ان احنا مش من العشر الاوائل، ان احنا ما رحناش كاس العالم. كلنا في جزء فيه، واخد بالك؟ لان ما هنوصل في الاخر بقى ايه، ان احنا مش مستفيدين من المجموع المصري. أيوة. المجموع المصري ان احنا 100 مليون، 27 محافظه، كل محافظه فيها مواهب معينه، فيها ساحات شعبيه، فيها مراكز شباب، فيها مراكز ثقافيه. ازاي ده يتكامل على فكره البطوله والفوز، وان ده مساله القوى الناعمه، زي ما بنقول خلي الناس تلعب مزيكا، الناس زي الموضوع الغناء، المسرح، كل الحاجات المرتبطه بالقوى الناعمه بتبدا من منين؟ من القاعده الشعبيه. في الحقيقه الذي رعى صلاح ابوه من نجريج وخده بيجيبه، يعني انسان مصري متفهم للموهبه الموجوده في ابنه عمل كده. وبالمناسبه
ده الفرق الكبير اللي عمله صلاح حاليا. كثير من الآباء وأنا أعرف ولادي والعائلة وكده أن الولد يروح التدريب ويروح النادي أو يعمل الجانب اللياقة. أنا أعتقد الكلام اللي قاله معالي الوزير أنه فعلا أنك أنت الميثودولوجي الآني يعني اللي هو بنشتغل عليه في المدى القريب ويمكن المتوسط أن دي فعلا يعني الفرق الحقيقي في مباراة السنغال في نهائي أفريقيا والذهاب إلى كأس العالم كان فرق كبير جدا بين لعيبة بتلعب جوه أندية كبيرة جدا من ناحية اللياقة البدنية من ناحية اللياقة المهارية من ناحية كذا بتقول في وإحنا بنبتدي قلبنا يقع لأنه إحنا عارفين إن اللعيبة خلاص نفسها ابتدى يتقطع قبل لأنه وصلنا لضربات الجزاء الأخيرة. أنا شايف هنا في هذا النقاش المنهج حطه الدكتور كمال الميثودولوجي أو نوصل ده إزاي الآلية اللي نعمل عليها الحكاية دي إزاي. لكن أنا إحنا لازم في المجالس التشريعية بصراحة والصحافة والإعلام الإعلام الرياضي يعني أيوة هنجيلها دلوقتي أيوة الإعلام حضرتك اتهمت الجمهور. أنا أعتبر الجمهور ضحية لإعلام شديد الفشل والرداء. طب أكمل النقطة بتاعتي وأنا هسكت بعدها يعني. إنما إن أنا عايز أقول إن إحنا محتاجين تكالب من قوى مختلفة أولا لمنع عملية الشطط اللي بتتم. أنا يهمني شخصيا يعني الفوز بكأس العالم أتمنى طبعا، إنما أنا عايز أمنع التعصب كدولة، إن الرياضة وسيلة للتعصب. لا يمكن أن تقوم قنوات تلفزيونية شغلتها الأساسية إنه طالما إن الأهلي اتغلب يبقى الحكم ضد الأهلي، أو إنه ناس تانية تقول لك الأهلي لا يفوز إلا إن ده جريمة لا تقل عن كل الجرائم المتعلقة بعملية، لأنك بتربي التطرف صحيح. التعصب كل حاجة ضد فكرة الرياضة دي الأساس. إزاي الرياضة في الآخر بتكلم على أنها قوة ناعمة بتكمل القوة الخشنة بتكمل بتتعامل مع العناصر المختلفة لبناء الدولة، ما هيش حاجة معلقة لوحدها كده. غير كده ما نتفرج يعني على أي ماتشات يعني مش دي القضية. القضية إزاي الكلام دوت في الآخر يصب في المشروع العام المصري. الإعلام له دور طبعا يعني طبعا يعني حضرتك ممكن تتكلم أكتر والإعلام ممكن تحط عليه كل جرائم كل المشاكل في البلد كون. وممكن إيه يعني نعرف إنه هو يعني مجرد محلل للي بيحصل.